لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات، باب بيان أن لله جل ثناءه أسماء أخرى، بعد أن بين عدد الأسماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصاها دخل الجنة 99 اسما، ذكر هذا الباب لبيان عدم انحصار أسماء الله الحسنى في 99، بل هي أكثر من ذلك، وردت في الكتاب والسنة، إضافة إلى ما استأثر الله عز وجل بعلمه. قال: وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما نفي لغيرها، نفي غيرها، وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني، وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، لا يلزم أنه لا يوجد غيرها، لكن هذه لها فضيلة. كيف؟ وقد بينا أن الرواية التي فيها ذكر 99 اسما إنما هي مدرجة من بعض الرواة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: الفائدة في ذلك هو أن يبذل المكلف جهده في معرفة كل مورد، وأن يجتهد في القيام بحقوق هذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، وأن يدعو الله عز وجل بها، وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، فعساه أن يكون قد جمع هذه 99. كما ورد فضل ليلة القدر، ورد أنها في العشر الأواخر وفي الوتر منها، ورد أيضا الترغيب في الشفع ليجتهد في العشر كلها، فمن قام العشر الأواخر فقد قام ليلة القدر، ومن قام رمضان فقد قام ليلة القدر، وهكذا في ساعة الجمعة يجتهد العبد في ساعات يوم الجمعة ويؤكد على الساعات بعد العصر حتى يكون مدركا لساعة الإجابة، وكذا في ساعة كل ليلة لا يسأل الله شيئا فيها إلا أعطاها، يجتهد في الثلث الأخير كله، عساه أن يدرك تلك الساعة. وهذا كله لمصلحة المكلفين، لمصلحة العباد، أن يجتهدوا فيما يعلمون ويبذلوا جهدهم في القيام بحقوق أسماء الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتعين عندهم ما هي هذه الأسماء التي من صفاتها أن من أحصاها دخل الجنة. قال: وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية سفيان من حفظها، وذلك يدل على أن المراد بقوله من أحصاها من عدها، والجمهور جمهور الرواة على أن رواية من حفظها بالمعنى، وأن الرواية الثابتة هي رواية من أحصاها. وليس مجرد العد، فإن من حفظ القرآن فقد حفظ أسماء الله، ولا يلزم من ذلك أن كل من عد هذه الأسماء فقد يعني دخل الجنة، فإن هذا فيه يعني أنه قد يقصر في القيام بحقوق الله عز وجل،
فلا ينفعه مجرد الحفظ. وقيل معناه من حفظ من أحصاها من أطاقها بحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب بها، وهذا بلا شك أحسن من المعنى الأول، وأن الإحصاء هو أن يطيق القيام بحقوق هذه الأسماء يراعيها. فإذا علم أن الله سميع راقب أقواله، وإذا علم أن الله بصير راقب أفعاله، راقب أفعال نفسه لأن الله بصير به، وإذا علم أن الله عز وجل شكور فإنه يشكر ليزداد من عطاء الله عز وجل، لأن الله يقبل ذلك الشكر ويثيب عليه، وهكذا. والمحافظة على حدودها بمعنى كما ذكرنا، يعني هذه عبارات متقاربة في المعنى من جهة أن يقوم بحق كل اسم منها في معاملة الرب بها. وقيل معناه من عرفها وعاقل معانيها وآمن بها. ولا شك أن الذي قبله يتضمن هذا ويزيد عليه، فإن معنى من أطاقها بحسن المراعاة لها يستلزم أن يكون مؤمنا بها، ويستلزم أن يكون عارفا بمعانيها. يبقى لابد أن يعرفها حتى يقوم بحقها، ولابد أن يكون عاقلا لمعانيها حتى يتعبد لله بها. ثم ذكر سنده عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث عظيم القدر في تفريج الكرب بالتعلق بأسماء الله وصفاته ودعائه بها. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليتضرعوا، والمسلم كسائر البشر يصيبهم الهم والحزن، حزن على شيء فات، والهم خوف من المستقبل أو أن يكون مهتما بما يقع في المستقبل، وأما الغم فهو الحاصل الذي في الحال. إما الحزن على ما فات، والهم أهمه ما شأنه فيما يستقبل، والغم أمر حاصل في اللحظة. فأتوسل إلى الله بعبوديته: اللهم إني عبدك. وهذا الاعتراف بالعبودية المتضمن لإثبات الألوهية لله عز وجل توسل بالعمل الصالح، وهو الإقرار بالعبودية
وتوسل إلى الله بأنه الإله المعبود بأسمائه وصفاته. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فالمسلم عريق في العبودية، هو عبد وأبوه عبد وأمه أمة، وهذا يدل على شدة الحاجة إلى الله، وأنه كما ذكرنا عبد أبا عن جد، فلا بد وأن يفتقر إلى ربه وخالقه وإلهه وسيده. ثم توسل إلى الله بأنواع من التوسلات، ناصيتي بيدك. فالناصية مقدم الرأس، وعندما يقر العبد بأن ناصيته بيد الله يوجهها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يقذف في قلوب عباده وأفئدتهم ما شاء ويوجهها كيف شاء، فهو يشهد هذا المعنى، ناصيتي بيدك، أنت الذي تملك أمري، أنت الذي تملك توجيه وجهي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ماض في حكمك، حكم القدري الكوني نافذ في كل العباد. المؤمن يشهد هذا الحكم الماضي النافذ في نفسه لله عز وجل، ماض في حكمك. الأحكام الكونية القدرية تجري في العباد شاء أم أبو، والعبد المؤمن يشهد أنها ماضية فيه كذلك، عدل في قضاءك، يشهد قضاء الله ويشهد عدل الله فيه. الله يقضي ما شاء ويقضي بالعدل شرعا وقدرا، لا يرى العبد أن الله قد ظلمه، هذا ليس شأن العبد، هذا شأن المتكبر، شأن الظالم لنفسه. المؤمن يشهد عدل الله، يشهد أن هذا الغم الذي أصابه والحزن الذي أصابه هو بقضاء الله الذي ما قدره إلا بالعدل، فيشهد في ذلك أن ذنوبه هي التي أدت إلى هذا الهم والغم وهذا الكرب، فيعترف بذلك لله ويعترف بعدل الله عز وجل فيه، عادل في قضاءك. كل هذا توسل قبل أن يسأل، توسل بالعمل الصالح وبشهود إلهية الرب عز وجل، وأنه آخذ بنواصي العباد وهي صفات وأفعال لله عز وجل، وأن حكمه القدري الكوني ماض في العباد، وأنه عز وجل يقضي ما شاء وبالعدل يقضي، فكل هذه أفعال وصفات لله عز وجل. ثم أشرع في السؤال، أسألك بكل اسم هو لك، ثم قسم الأقسام فقال سميت به نفسك، وأسماء الله كلها مما سمى الله به نفسه سبحانه وتعالى، ليس للعباد أن يسموه بغير أسمائه الحسنى. ثم عطف بعد ذلك عطف بيان، عطف تفسير أو عطف خاص على عام، لأن كل أسماء الله الحسنى الله الذي سمى بها نفسه، لكن خص منها ما ذكره الله في كتابه، فقال ما سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، لأن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون أوحى الله عز وجل إليهم أسماء علموها ولم تكن موجودة عندنا، فالعبد يسأل الله بكل أسمائه الحسنى بما في ذلك ما علمه بعض خلقه،
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو النص الواضح في أن هناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب. فهي إذن الأسماء الحسنى ليست مقتصرة على 99. قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هذا الذي يتغذى به القلب. القرآن غذاء القلب، ويعني طعامه وشرابه الذي يحيا به، كما أن الربيع الذي يعني يكون في النباتات من النباتات ما تحيا به الأرض وتحيا به يعني الأنعام والناس. فتشبيه ذلك أن القرآن هو سبب حياة القلب. ولكن ما كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق بالله، فالله الذي يجعل القرآن على بعض عباده ربيعا لقلوبهم وغذاء وشفاء ودواء. وبعض الناس يزدادون عند سماع القرآن طغيانا وكفرا. ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هؤلاء اليهود النصارى المثلثين كلما سمعوا آيات الله لا يستجيبون. فلذلك نقول الله الذي يجعل القرآن ربيع القلوب، قلوب المؤمنين، وجلاء حزني، أن القرآن يجلي الحزن لأنه يشهد العبد أمور الآخرة، يشهد العبد معاني أسماء الله وصفاته، فيستغني بذلك غنى عن كل الدنيا مهما فاته من الدنيا. فمن تأمل آيات القرآن استغنى بها، أغناه الله بها عمن سوى الله، لأنه يمتلئ قلبه بأنواع المعارف. فشيء من الدنيا ذهب يحزن العبد عليه إذا شهد عطاء الله لعباده المؤمنين بالقرآن، حصل له الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الحزن أصغر، القرآن يرفع الله به العبد، كما قال ولو شئنا لرفعناه بها بآياتنا، واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فهناك من يؤتون القرآن فيرتفعون، يرفعهم الله عز وجل، فيرى الدنيا كلها صغيرة جدا، يرى الدنيا أصغر من جناح بعوضة. فهذا بالقطع يزول حزنه وينجلي ما فيه، لأنه ما فاتك، وقد أعطاك الله عز وجل ما هو أعظم، أعطاك الله عز وجل سبب فرح القلوب. قال وذهاب همي وغمي، فهذا لا يلزم أن يحتاج أن يسأل معه تفريج الهم وكشف الكرب. نقول إن ما يعطيه الله عبده بالقرآن يصغر معه كل حزن وهم وغم، لأنه فضل الله ورحمته. فعند ذلك كما ذكرنا لا يلزم أن يذهب الهم نفسه، ولكن
قد صغر جدا. يعني أنا حاسس مثلا إن في فلوس ضاعت مني، قدامي حاجتين، يا إما الفلوس تيجي تاني يا إما أحس إنها إيه زي جناح البعوضة، يبقى من غير ما تيجي أنا هبقى إيه مستريح ومش مهموم، والدنيا غليت والأسعار بقت زيادة، يا إما نقول يا رب رخصها تقوم تقل مثلا، يا إما تبقى حاجة ما تسويش، الموضوع يبقى بسيط جناح بعوضة. فأقول لكم حاجة، أنتم بتزعلوا فعلا على إن في دبانة فقدت من البيت، ولا أنتوا بتمشوها؟ حدش بيبقى إيه بيبقى زعلان على إن الدبانة مشيت، بل إحنا اللي بنطرد الإيه الدبانة، والبعوض أسوأ من الدبان كمان عشان البعوض بيمص الدم. فجناح بعوضة جزء من بعوضة، البعوضة على بعضها حد ياخدهم ويمشي مش عايزينه. وهكذا قال الصحابة عن الجدي الأسك الميت، مر الرسول صلى الله عليه وسلم على ومعه الصحابة بجدي صغير الأذنين ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يود أن له هذا الدرهم؟ مين يأخذ بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان عيبا، لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ والله ما نا 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 ما نود أن له لنا بشيء، ده لو هو حد عنده حيرميه ويبقى عايز حد يبعده أكتر عشان لما ريحته تطلع، ونسأل الله العافية. فقال للدنيا أهون على الله من عليكم، يبقى ما تبقاش الأمور هم وغم وحزن على الفاضي، انت بإذن الله هتجد كل يوم طعامك وشرابك حتى لو جعت أياما، وهذا يكاد يكون نادر جدا جدا، فإن ذلك يوشك أن يكون بعده عفو وصفح، فرج من الله، طعام ورزق. الغرض لا تعبأ ولا تهتم، فوض أمرك إلى الله. إيه اللي بيخلي القلب كده؟ القرآن، تدبر القرآن يرتفع قلب العبد لغاية ما يلاقي الكرة الأرضية كلها صغيرة جدا أو ملهاش وجود، مش متشافة، محدش حاسس بيها وسط المجرات الهائلة. فسبحان الله، هذا الشهود وتلاوة القرآن على هذا تذهب الهم. أولا تنمي القلب، لأنه ربيع القلب ده إن القلب بيتغذى على ذلك. فهذا الأمر بيان في يعني فيه بيان شهود معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم ذكر سنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك. زيادة ايه؟ انا في قبضتك، انا مملوك لك، انا كل اموري بيدك يا رب، ما ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالهن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله بهمه فرحا، بهمه يعني بدلا من همه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى، فتعلموهن معلموهن. قال الشيخ رضي الله عنه في هذا الحديث دلالة على صحة ما وقعت عليه ترجمة هذا الباب، أن لله أثناء أن لله جل ثناء أسماء أخر، واستشهد بعض أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ساق السند عن أمي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله علمني اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. قال لها صلى الله عليه وسلم قومي فتوضئي وادخلي المسجد فصلي ركعتين ثم ادعي حتى أسمع. ففعلت، فلما جلست للدعاء في مكتوبة للدعاء ها؟ أيوة صح، فيه زيادة. فلما جلست للدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقها، فقالت اللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبته أصبته. حديث ضعيف. ثم ذكر سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فذكرها وعد منها الإله الرب الحنان المنان الباري الأحد الكافي الدائم المولى النصير المبين الجميل الصادق المحيط القريب القديم الوتر الفاطر العلام المليك الأكرم المدبر القدير الشاكر ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الكفيل. تفرد بهذه الرواية عبد العزيز ابن الحسين بن الترجمان وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل، ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري. واحتمل أن يكون أن التفسير وقع من بعض الرواة الصحيح حتى في حديث رواية الوليد بن مسلم، وكذلك في حديث الوليد ابن مسلم. ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح، يعني البخاري ومسلم اقتصروا على وهو وتر نحب الوتر، ولم يذكروا ما بعد ذلك من 99 اسم المشهورة. قال فإن كان محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الأسماء عدها يعني، فكأنه قصد أن من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة، سواء أحصاها مما نقلنا في حديث الوليد بن مسلم أو مما نقلنا في حديث عبد العزيز ابن حصين.
عبد العزيز بن حسين أو من سائر ما دل عليه الكتاب والسنة، والله أعلم. وهذه الأسامي كلها في كتاب الله وفي سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة، ونحن نشير إلى مواضعها إن شاء الله تعالى في جماع أبواب معاني هذه الأسماء، ونضيف إليها ما لم يدخل في جملتها بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.